qui s'est mis, il y a des tenants de la crucifixion. لقد توصلت الهيئة في عملها إلى خلاصة. سيتم اليوم تقديم عرض مقتضب عنها، كما أنها فرصة لتعزيز عمل اللجان لإثراء مشاريع تكفلت الهيئة بإعدادها. وعلى الخصوص مشروع قانون يتضمن إحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، سيقدمه سيد الزهري بوزيد، وكذا مشروع تعديل قانون العضوي للانتخابات سيقدمه أيضا سي بوزيد الزهري. وبطبيعة الحال نبدأ حول ما تم إنجازه منذ بداية وجود هذا المجمع الكريم فيما يتعلق لا سيما بعلاقتنا مع المحيط المدني وكذلك المحيط السياسي. الهيئة هنا استقبلنا أكثر من 300 يعني مواطن، كل بصفته أو بشخصه، من مختلف ربوع الوطن. من الناحية النوعية لحضور، طبيعة الحضور النوعية، فئة 61 دكتور شارك في هذه الجلسات، 13 دراسات عليا، عنده دراسة عليا، 387 دراسات جامعية، و211 ناشط جمعوي وحقوقي. هذه بالنسبة لي يعني طبيعة الحضور وكذلك العدد لنا. اللقاءات المهنية مع المئات المواطنين، يعني تقريب يعني العديد مواطنين من مواطنين الحراك، حوالي يعني اللي استقبلناهم هنا، ما نتكلمش على الجلسات الولائية، حوالي 53 مواطن، شباب في حدود 26 شاب، طلبة جامعيين 35 طالب جامعي، أعيان وحكماء من 6 ولايات، ومحامين من 11 محامي ومحضر قضائي وحقوقيين. تمت معهم جلسات.